السلام عليكم. واللي بغيت نقول لكم في الفاجعة اللي واقعة في سيدي مؤمن بالضبط إقامة الكرامة خويا، بلي راه واحد الحراك كيسكن في عطور، شنو نوريكم المكان ديالو، بلي راه خويا راه دا الاولين حرك الاولين مشاو، ولاد دربنا مشاو، تاني تما الدفعة التانية تا هي مشات، خويا جا الدفعة التالتة شي ماشي في شهر 9، شي ماشي في شهر 10، شي ماشي في شهر 11، شي ماشي في وصلت شهر 12. بعد انا واحد الصديق كنت كنتواصل معاه ديما، وصلت شهر 12 السيد مبقاش، صافي شهر 12 نهار الصاد السيد مبقاش كيهضر، مشاو الدراري قال لنا صافي حنا راه غنركبو، تو معانا قالنا حنايا راه غنركبو هادي صافي. العيالات مساكن كيعيطوا للحراك كيجاوبو كيقول لهم الو راه ولادنا فينا هما، هادي كيقول لهم مره راه مشدودين في ليبيا، كيقول لهم مره راه واكلين شاربين. هذاك السيد داك الدري اللي مات الله يرحمه، هذاك مسكين كان كيدوي مع امو الحراك كيقول لها راه ولدك بخير، راه كنعطيوه كندكوا ليه البرا، مع كان ولده مريض مسكين بالسكر، قال لها راه كندكوا ليه البرا وهادي راه ديما نشري ليه الدوايات وهادي، هو راه ولده ماله، راه يمشي توفى في شهر 12 لقاوه في لامور ديال تونس، لقاوه الاخ صافي. داك الحراك اخويا ما فهمنا فيه والو، كيقول لك مره كيقول لك مع مافياش، مره كيقول لك نايض عليه شي صداع، شويه دارهم غبروا كاملين، خو واقيلا كان شاد قهوه الحاجه، كان شاد قهوه ما بقاش كيبان دابا، بقينا فاهمين والو اخويا على الدراري هذا اتشار ديالهم عائلتهم كامله غبروا اخويا، والله يشا غبر والو ما بقاش حتى واحد كيبان. اشي نقدر نقول كنعرف، عندي واحد التصويره ديال فعد واحد الدري خصو يجبدها ليا، فهمتي، نقدر نوريكم وجه الحراك، وجه الحراك تقدروا تعرف. وداك حراك اخويا انا راه خوتي يقول كبر معاهم 18 عام اخويا، دا ليا خوتي 18 عام وانا كنشوف فيهم، كنحل عيني كنصبع على خوتي كابرين معايا راه سيك شهور واحد، كنسمع هادشي اخويا هاد الحراك هذا راه اخويا خصو يديروا معاه شي حل. انا راه سامع بلي خونا راه كاين في ايطاليا هو وعائلته، هادشي اللي كيقول وهادشي اللي فري كاين بصح. كنطلبوا من الامن اخويا يشوفوا لنا هاد خوتنا هادو، راه الامن اخويا راه يشتو هذا، راه واللي سامع انا 3 سنين ومشاو صحابي قبال، مشاو صحابي قبال، صحابي الاولي اقول مشاو 18 ولاد دربنا واصلوا هادوك، وصلوا راه قول قبل ما باقي نهار يلا قالوا اول حاله الكورونا مشاو هادوك الدراري، يلا النهار تقالش اول حاله الكورونا لغات ليه الدراري كاملين مشاو، كنروق على جات بشهر، باش جات كورونا شهر 4 شهر 3 فهمتي. ودابا خو كنسمعو كيقول لهم انا راه بشي انا راه معاهم، انا راه هادي، انا راه مكلف بهم موكلهم مشربهم، ودمو الحمام قال لي انا اداه الفيلا سكنو في فيلا، شي اللي سامع ولا ساكن فيها قال لك في الصفاقس صافي اخويا. وشي اللي عارف اللي نقدر نفيد كبير اخويا هو دارهم عنده واحد خوش وشي مرة كلشي مشى للغربة، تا واحد مبقى كيدور هنا اخويا والله، الا تا واحد مبقى كيدور هنا من عائلته، حنا راه اخويا رانا مواتنا، قول مواتنا راه حتى هي كتعتبرني اي ام عند نفسك، شو كتعرف حي الشعبي راه كتعتبرنا حنا ولادها.